البتيفور اللذيذ اللي بيلو في البق، سهل ولذيذ. هعمله أبيض وهعمله بالشوكولاتة. المقادير هنحط كوباية زبدة، هما من البوكس بتاع الزبدة هناخد 2 قوالب كده زي ما احنا ما شايفين، بدرجة حرارة الغرفة، وهنحطهم في العجان وهنضربهم مع بعض شوية لحد لما يبقوا طريين. وبعدين عندنا 1/2 كوباية سكر بودرة، هنضربهم شوية، نفضل نضرب فيهم لحد لما السكر مع الزبدة يدخلوا في بعض قوي ويبيضوا وحجمها يكبر شوية. وفي النص نوقف العجان ونستخدم سباتشولا ننزل بيها من على الجناب علشان نتأكد ان السكر مع الزبدة كله بيضرب كويس مع بعض، ونضرب نشغل العجان تاني. هنفضل نضرب بالطريقة ديت زي ما انتم شايفين الزبدة ابيضت وتقلت، اول ما العجينة تبيض وتتقل معايا هنزل ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وهنزل بباكو فانيليا، وهنضربهم كويس عشان البيض يدخل مع السكر والزبدة لحد لما يبقى شكلها كده. وبعدين هنزل بالدقيق، انا محضرة تقريبا 2.5 كوباية، بس مش هحط الدقيق كله مرة واحدة، هحط 2 كوباية بس الاول، وفي النص هشوف لو احتاج تاني هزود. وعندي 0.5 معلقة كبيرة بيكنج باودر، وهفضل اضرب لحد لما الدقيق يدخل في العجينة ويبقى بالشكل ده. انا حاسة ان هي محتاجة شوية دقيق فزودت شوية كمان، يمكن 2 معلقة ولا حاجة. وده شكل العجينة بعد ما خلصتها كلها، بلمها شوية بإيدي، بتبقى طرية جدا وما بتلزقش في الإيد. هحطها في طبق وهجيب سكينة وهقسمها بالنص، هاخد نص وهحطه في البول، وهجيب بلاستيك وهغطي النص الأبيض. النص اللي في البول هجيب 2 كبار كاكاو خام، وهضيف معاهم 2 معلقة زبدة درجة حرارة الغرفة، وهعجن. انا بضيف الزبدة مع الكاكاو لانه الكاكاو بيبقى زي الدقيق فهيبقى محتاج زبدة علشان تبقى بنفس القوام بتاع البيضة، وهغطيهم وهحطهم تقريبا من 15 لـ20 دقيقة في التلاجة يرتاحوا. وهستخدم المكنة بتاعت البسكوت او المكنة بتاعت البيتي فور وهبدأ اشكلها. انتم ممكن تستخدموا اي شكل انتم تحبوه. حاولوا تعملوا الابيض قد بالظبط الشوكولاتة علشان لما تلزقوه يبقى نفس الكمية، ولو هتغيروا الشكل اللي انتوا بتعملوه برضو تأكدوا ان انتوا بتعملوا نفس العدد تقريبا. فانا استخدمت الشكل ده واستخدمت شكل تاني، ودلوقتي هستخدم الشوكولاتة عشان يبقى نفس العدد. انا دايما بحب احط نص في الصينية، نص شوكولاتة ونص ابيض، عشان لما يتخبز اعرف ان الشوكولاتة اتخبز وما يتحرقش من الابيض. وانس ان الابيض استوى ده معناه ان الشوكولاتة استوت ومش هيتحرق. It's not gonna overcook.
هفضل اكمل ده اول صاج. انا تقريبا عملت 4 صواني، صينيتين كبار قد الشيت اللي انا بستخدمه دوت وصينيتين صغيرين. وادي الشكل التاني اللي انا عملته شبه الستار فيش كده، وعملت ميكس، حطيت الابيض مع الشوكولاتة وعملته ميكس، وده شكله بعد ما خلصته كله. مسخنة الفرن على درجة 350 وعمل له بيك تقريبا لمدة 15 دقيقة، وده شكله بعد ما اتخبز. وبعدين سيحت شوكولاتة في الميكرويف عادية جدا، شوكولاتة تشيبس، وهبدأ ألزق. انتوا ممكن تلزقوا بأي حاجة، انا بحب ألزقه بشوكولاتة. وبعدين هغطسها في الشوكولاتة تاني، وعندي عين جمل انا دقاه، بالطريقة ديت. انتوا ممكن تعملوا بمربى، ممكن تعملوا مربى وجوز هند، ممكن تعملوا اي نوع مربى، ممكن تعملوا شوكولاتة وجوز هند، ممكن تعملوا شوكولاتة وفستق، بس انا بصراحة بحب الشوكولاتة والعين الجمل. وده الشكل التاني، عملت واحدة وردة واحدة زي الستار كده زي النجمة. وانا هكمل بقية الكمية كلها وهوريها لكم بعد ما اخلص. وده شكل البيتي فور بعد ما اتلزق. يا رب يعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين وبالهنا والشفا.